عندي لعبة والله. يلا ورينا. عندي لعبة يا حبيبي، مثلا نجيب كلمات نشيد حلو ولحن نشيد يعني معروف حلو، واحنا نغيره مش للحن فني، لحن غريب. اها يعني قصدك نشيد معروف انت تجيبه بلحن وانا اجيبه بلحن، ولا كل واحد نشيد لحاله؟ كل واحد نشيد او نفس او نفس النشيد عادي. يعني مثلا وتذكرت زماني معهم، ايوه اه ما اجمله ذاك الزمان، هذا اللي يعرفه الجمهور. تمام، انت الان ابغاك تجيب مو لحن فني، ابغاك تجيب على نفس ذي الكلمات لحن غريب. اوكي، غريب يعني اللي هو تذكرت. طيب يقول عادي حتى لو مو تذكرت، لو تجيب نشيد ثاني عادي. لا تذكرت لانه سهل حتى في الكلمات. طيب، لكن خليني شايف الحكه هذه حق اللي ما واحد يكون ورطان معاها الحان غريبة هذه. طيب وتذكرت زماني معهم، آه ما أجمله ذاك الزمان، وتذكرت زماني معهم، آه ما أجمله ذاك الزمان، حين غابوا لم تغب ذكرهم، حين غابوا لم تغب ذكرهم، لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا، لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا، حين غابوا لم تغب ذكرهم، حين غابوا لم تغب ذكرهم، حين غابوا لم تغب ذكرهم. هاي كرهنا النقيب. لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا، لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا، وتذكرت. لا انا عندي لحن ثاني، لازم نجيب حاجه اكثر غرابه يا مجدي. وتذكرت زماني معهم، اه ما اجمله ذاك الزمان. النقيب شكله حيدخل الاستوديو جري، ها يبرم النقيب يبرم. طيب يا عبد الله، شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.